ساعدني اني لاقي ولادي. طيب بدي اسالك، ايه ما تاخر مره شفتي ولادك؟ عزيزي ابن عظامي اخر مره شفته وقت تركته عند الشيخ محمود وقت قبضوا علي، وعزة وقت توفى الغالي تركته وقت عند اختي. طيب برايك مين ممكن يساعدنا لحتى اوصل للشيخ محمود لاختك؟ في صابر وفي عبدول، في فريد، يعني واحد من هدول الشغيل اللي كانوا يشتغلوا بارض الحاج بكر، الف نور ورحمه على روحه. عبدول، صابر، فريد. عبدول وصابر وفريد. في داعي وصيكم على شيء بغيابي؟ طمن قلبك معلم، لا تعقل هم بنو بنود. لا توصي عريس افندي، وطمن بالك وروق حالك. وبقيت محلاتك فوزي ما بدي اوصيك عليها، وانت كمان عطا براس، كل يوم بدي الحساب مختوم، كل يوم بيومه. ولو يا سيدنا لا عيونك. ما راح نام الليل بغيابك يا افندي، كله على الدفتر والروز نامه وبالختم. يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله معك. عم رن تليفون بالمقر يا فوزي، روح رد انا ببيروت. حاضر، حولك بالسلامه يا معلم. يوم القادر حيشوف بعيونه الشمس يا خالتي ام دليله. المهم يا خالتي تكونين متاكده ان المحامي عماد مرتب كل شيء مع الحكومه. عم اقول لك الشرطه اخذت الاحتياطات وراح تشوفي كل شيء اليوم بعيونك بالعرس. نفسي روح معكم على العرس وشوف القادر هو عم يمسك واشفي كل غلي فيه. لا يا بنيتي، انت خليك هنا ولا تعرضي نفسك للمخاطر. حنا نجيب لك الاخبار الساره حين يقبضون على هالظالم. يا رب. نعم سيدي، يصير طريق سرابة. حول خلوا عيونكم في التهاني. حول طبعا سيدي، نحن مراقبين وماشيين وراه من وقت طلع من بيته. حول خلوكم وراه هونكم طول غياب. حول لا تاكل هم سيدي. حول بطلوا على اتصال معنا. حول حولهم سيدي. كله تمام التمام. تمام سلطان. اشوف يلا اخيل. اجا الخير يا عيني. عندي شويه اغراض للاولاد ولكم. تفضل يلا. لا تروح، الله يرزقك. روح يا اختي. ليش مغلي بحالك؟ استنى اشوف. طمع امانك ان شاء الله بس ما نسيتوا شيء. ها منوب منوب اخي، كل شيء تمام. تفضلوا. وصل على بيت اخته ودخل. سيدي حول خليكم راقبين البيت بس بدون ما يشعر بشي. حول. حاضر سيدي. حول. الو نعم. شو لك استاذ عماد؟ طمني جناب العقيد. طمني يا استاذ، القادري موحي للجميع انه رايح لبيروت، وتاكدنا انه رايح لمسرابة. مثل توقعاتك بالضبط. معناها طلع نفسه. ايه ورجعنا متابعينه مزبوط. الله يطمنك يا جناب العقيد.
وأنا رح أخبرك مباشرة بكل شيء بصير. شكرا شكرا، الله يقويكم يا رب. ولو هذا واجبنا. الله معك، مع السلامة مع السلامة. ألو. لك أنا عماد، لك عروف. طمني شو صار؟ قربت إن شاء الله. فهمني شلون؟ اليوم صار في مستجدات وكلها لصالحنا. اللي بهمني أخي عارف رح يطلع براءة ولا لا؟ أكيد أكيد إن شاء الله، منقول إن شاء الله.